كيف هي توجهات الفلك لمواليد الجوزاء بالأسبوع الثالث من شهر آب أغسطس 2022؟ عزيزي مولود الجوزاء، أنت بفترة جيدة لح تقطف ثمارة ابتداء من يوم الاثنين 15، يعني من أول الأسبوع. بتطوي صفحة خلاف ماضية وبتنظر للمستقبل بإيجابية مطلقة، وبتتلقى زيارة مهمة بهالوقت أو اتصال، أو بتحرز أرباح بين الخميس 18 والجمعة 19. بس حاذر بهاليومين من الأوهام، رغم كل شيء بدك تحرزه خليك واقعي قريب من الواقع، وما تاخدك الحماسة بعيد أو نحو أوضاع معقدة أو أحلام واهية. بتحقق أمنيات، نعم، حتى بين السبت 20 والتنين 22 بتكون الفترة جيدة جدا، وبتدغدغ عنفوانك وتتكلل مساعيك بنجاح، خاصة إذا كنت عم بتقوم بعملية تجارية أو عم بتفكر بعملية بيع أو شراء، أو بيعرض عليك فكرة جديدة بتكون مهمة بهالوقت. إذا كنت عم تتعامل بشؤون فنية وشؤون ثقافية أو فكرية، بتلمع بهالأيام وبيسطع نجمك. إذن هيدا أسبوع جيد، خلاله بتنسى الماضي وبتنتهي من خلاف وبتفكر بجديد، ويمكن تتوق إلى مشروع يبصر النور بالأشهر المقبلة.